لو سمحت. امورنا يا باشا. حساب كام؟ حساب حضرتك كوبايه قهوه 10 جنيه بس كده. علينا خالص. الله شكرا حبيب. خدمه هنا تمام. الله ينور عليكم يا باشا. حبيبي يا ريس. اتفضل خلي دول بتاعك هنا. شكرا يا باشا. السلام عليكم. لو سمحت. عمرنا فاهم. عامل ايه؟ الحمد لله والله. بقول لك حساب كام؟ انت طلبت ايه؟ كوبايه شاي صح؟ شاي وميه. عامله 10 جنيه باذن الله. 10 جنيه. خدمه هنا كويسه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي خالد. خد يا خالد خلي بقى عشان الله يخليك. يلا سلام. لو سمحت. عمر يا باشا. حساب كام؟ واحد قهوه. قهوه ان شاء الله. 15 جنيه ان شاء الله. الله ينور عليك على القهوه. القهوه تمام حبيبي يا ريس. شغال هنا من زمان؟ والله بقالي سنتين شغال هنا. ما شاء الله عليك انت شكلك محترم حبيبي. خلي طيب. شكرا. خلي شكرا. الراجل ده شكله محترم. 20 جنيه مره واحده. ايه ده؟ فلوس؟ يا باشا يا باشا. هيكون راح فين ده؟ مش مهم اكيد هيجي يسأل على الفلوس دي. وانت بقى تحب تشرب ايه؟ مش عارفه قالت لي شبه بقى خلاص. خلاص نجيب 2 كابتشين. لا مش بحب الكابتشين. خلاص 2 منه. طيب ماشي لو سمحت. نعم يا والله ما عارف اقول لك يا استاذ ولا يا باشا. نعم يا حبيبي. تشرب ايه؟ طب هات 2 مانجا. 2 مانجا؟ الله اكبر. حاضر يا حبيبي حاضر. بس انجز هات بسرعه. ها بقى هنخرج فين النهارده؟ مش عارف والله. شوف انت عايز تروح فين. ربنا يتوب علينا من الشغلانه السودا دي. بقول لك ايه يا فادي؟ عاوز يا مجدي انت الصبح. في حاجه حصلت كده ومش عارف اقول لك ايه. حاجه يا مجدي. هو انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ المدير. الحمد لله على السلامه يا ريس. الله يسلمك. انا بكنس مدير والله كده وهخلص الدنيا وانا بنزل الطلبات للزبائن اللي هناك دي. الله ينور عليكم. الله عليك يا فادي. وعليك يا مدير. طبعا كله من خيرك حبيبي. بقول لكم ايه؟ ايه يا باشا؟ في حد هنا جاب لي فلوس؟ فلوس؟ لا لا ما حدش ساب لك حاجه. انا في الكافيه هنا من الصبح. متاكدين؟ ما حدش جاب لي حاجه. بصراحه كده ما فيش حد جاب لك حاجه مدير. الحساب كام؟ الحساب عامل 25 جنيه. اتفضل. الف شكر حبيبي. ازيك يا خالي؟ الحمد لله والله. الله ينور. وعليك يا استاذ كمين. بقول لك ايه، هو في حد جاب لي فلوس؟ فلوس؟ لا 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 ما فيش حد جاب لك فلوس. إيه انت متاكد؟ متاكد. انا هنا من سماحيه ربنا وما حدش جه ادانا فلوس عشان نديها لحضرتك الصراحه. خلاص ماشي يا خالي. شوف شغل. تأمرني بحاجه ثانيه؟ شكرا. ايوه باشا. ازازه ميه؟ عينيا حاضر. بقول لك ايه يا فادي؟ خير يا خالد. انا النهارده حصل معايا كده حاجه غريبه. في يا خالد؟ انا لقيت فلوس. فلوس؟ بصراحه كده وانا كمان لقيت فلوس. وانت كمان؟ طب هنعمله ايه يا فادي؟ يا عم مصلحه وجت لحد عندنا. كده كده المدير انت عارف اللي هو بيقعد يزود مجد وبيقعد يديله في مكافئات ومش عارف ايه، ومجد اصلا زي قلته ما بيعملش حاجه. فالفلوس دي حلال علينا. عندك حق والله يا فادي. احنا بجد الفلوس دي جت من عند ربنا كده. هو رزقه مكتوب لنا يا زميلي. كمل بقى شغله وما تجيبش سيره لاي حد اللي احنا عملنا حاجه. حاضر حاضر. يلا السلام. يا استاذ كميني. يا استاذ كمين. بصراحه كده يا استاذ كميني، فيه زبون جه عندنا في الكافيه ونسى الفلوس دي ومش عارف، ممكن يجي يسال عليها ولا حاجه. خليها مع حضرتك. انت متاكد من الكلام ده؟ متاكد يا استاذ كمين. الله ينور عليك. صحيح. ايه حكايه الراجل اللي جاب فلوس ده؟ ما حدش جاب حاجه بصراحه كده يا مجدي. انا الكافيه كان بيتسرق منه فلوس فانا قلت اعمل فيكوا اختبار. ازيك يا عم عمرو؟ حبيبي انا كنت طالب منك خدمه. اؤمر. بصراحه كده الناس اللي شغاله عندي في الكافيه انا مش واثق فيهم لان انا اتسرقت. سرقت من ايه؟ في فلوس اتسرقت من الكافيه. لا حول ولا قوه الا بالله. وعايز اختبرهم اختبار الامانه. سهله. ما لقيتش حد مناسب
غيرك يا عم حبيبي. الله يخليك الله يخليك. عايزك تخش الكافيه تمام اكنك زبون عادي. اوكي اطلب من اي حد اي حاجه تمام. واهم حاجه يا عم عمرو محدش ياخد باله. لا 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 ان شاء الله محدش ياخد باله. والاختبار الفلوس ده يا عم عمرو تمام. اهم حاجه محدش ياخد باله تمام. الفلوس ده سيبها له مع الترابيزه. ايوه تمام ربنا معاه ان شاء الله خير. اتفضل يا عم عمرو. يعني افهم من كده يا مدير ان الزبون اللي جه ده تبعك انت؟ ايوه تبعي. خالد فادي عمر يا مدير. ايه يا مدير انت اول ما جيت الشغل انا قلت ايه؟ الامانه اهم حاجه وان محدش يكذب. وانتوا مشيتوا عكسي كده. ازاي يعني يا مدير؟ اللي حصل كل واحد عارف هو عمل ايه كويس وعشان كده ملكوش اكل عيش هنا. يا مدير طب اخر فرصه بالله عليك اتفضلوا. فرصه تانية بالله عليك قلت اتفضلوا. يا مدير طب ما تسيبهم هم غلابه ومحتاجين الشغل يعني. بعد اذنك يا مجدي ده قراري وده شغلي. اللي انت شايفه مدير اتفضلوا بره. حاضر يا مدير. ماشي. انت طلعت عينك مليانه وتستاهل دول. انت خيرك دايما مغرقني يعني يا مدير والحمد لله انا براعي اكل عيشي والمكان ده امانه في رقبتي. اي حاجه في حاجه بتحصل غلط باجي اقول لك على طول عشان ما ارضهاش على نفسي. جدع يا مجدي اتفضل. يعني الفلوس دي من حقي؟ من حقك عشان انت راجل امين. طب الحمد لله يا رب.